حاليا في الشركه مع الشريك الاستراتيجي شيخ نبيل عوضي. هلا بالشيخ، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يحفظك. متى وصلت؟ الحمد لله يوم الجمعه والله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله. شيخنا، شو الموضوع مشروع مروج؟ والله هذه فكرتكم، جزاكم الله خير ودخلتونا وياكم خوش مشروع في يلوى في تركيا. والانسان يعني في النهايه لازم عنده جزء من وقته للدعوه والعمل الاخروي، لكن ايضا جزء من وقته يعني يشتغل فيه لاجل رزقه. وهذا من افضل المشاريع اللي انا صراحه شفتها، مشروع ناجح وما شاء الله خلص نصه تقريبا، تبارك الله ما شاء الله، ما بقى الا النص الاخر، يعني حتى سريع البنيان سريع الانجاز. تمام، انا استاذنك شيخ اروح حق البروجكت ما شاء الله شغال اليوم، جيت من تركيا ما شاء الله عليك. الله يجزاك ان شاء الله، هالمشروع يخلص اللي وراء ان شاء الله. ان شاء الله تابعنا على شيء شيخنا. الله يجزاك ان شاء الله. سلام، الله يجزاك ان شاء الله. السلام عليكم. انا ابو عثمان، يعطيك العافيه. اوه هذا مروج يا ابو عثمان. وين موجود؟ يلوى. اللهم بارك. ايش كثر خلصتوا منه؟ انباع نصه ها؟ تقريبا. اي ما شاء الله. وتعتبر من اهم المدن السياحيه التركيه التي تتميز بالمناظر الطبيعيه. الحين راح اشرح لكم هذا المشروع. كما انها تتفرد باحتوائي المشروع عباره عن شقق دوبلكس مساحتها 200 متر وفلل توينز، فيلا توينز نفس هذه، شوفوا في فيلتين لازقين ببعض. وفي فيلل كامله مثل هذه، شوف فيلا كامله بروحها. تمام؟ التي افتتحت في السنوات الاخيره. صاير انت هني في اعلى المكان نازل بهالطريقه، هالصوب هذا بحر، فكلهم سواء فيلل سواء شقق كلهم اطلاله تحصلها على البحر. المساحات وايد راهيه، تصميم خليجي صممناه بطريقه انه يكون مناسب حق الخليجيين، ادري انهم يبون مساحات كبيره. حدائق، ومثل ما تشوفون في بعضهم فيهم تراس نفس هذا، مثل سطح صغير قاعده حلوه كذي. تمام، واللي عاد يبي يستفسر يبي يشوف المشروع يبي يطلع، احنا موجودين، يمرنا في الشركه حياه الله. اي سؤال يجيني على الخط. السلام. هذا تقريبا فيديو تقريبا حقيقي، ها شوف تقريبا حقيقي. اي يعني هذه اطلاله بحريه، فكلهم كل الشقق والفلل توينز والمنفصله كلهم فيهم اطلاله على البحر. انت تخيل شي تشرب شاي بالبلكونه اطلاله بحريه، وين تحصلها بالكويت هذه؟ بالله ما تحصلها، لكن بمروج تحصلها.